بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس الأول. فريد. فريد عمره 7 سنوات. فريد مبتدأ أول، عمره مبتدأ ثان، مضاف والهاء الضمير المتصل مضاف إليه. 7 خبر المبتدأ الثاني، مضاف سنوات مضاف إليه. والجملة من المبتدأ الثاني وخبره في محل رفع خبر المبتدأ الأول، والرابط بينهما الضمير. وأخته عائشة عمرها 9 سنوات، وحرف عطف. أخت مبتدأ أول مضاف والهاء ضمير متصل مضاف إليه. عائشة بدل أو عطف بيان. عمر مبتدأ ثان مضاف، ها مضاف إليه. 9 خبر المبتدأ الثاني مضاف سنوات مضاف إليه. والجملة من المبتدأ الثاني وخبره في محل رفع خبر المبتدأ الأول، وهي تتعلم في الكتاب منذ 2 سنين. وحرف عطف هي ضمير منفصل مبتدأ، تتعلم فعل مضارع خبر، وفاعله ضمير مستتر تقديره هي، وهو عائد على المبتدأ في الكتاب جار ومجرور متعلق بتتعلم منذ حرف الجر. 2 اسم مجرور وعلامات جره الياء لأنه مثنى، والجار والمجرور متعلق بتتعلم. وأما أخو فريد فهو أصغر منه 3 سنوات. وحرف عطف أما حرف الشرط، أخو مبتدأ أول مرفوع وعلامات رفعه الواو لأنه من الأسماء 5 أو من الأسماء 6، مضاف فريد مضاف إليه. الفاء حرف واقع في جواب الشرط، هو ضمير منفصل مبتدأ ثان. أسعر خبر المبتدأ الثاني، والجملة من المبتدأ الثاني وخبره في محل رفع خبر المبتدأ الأول، منه جار ومجرور متعلق بأصغر، 3 جار ومجرور متعلق بأصغر، 3 مضاف سنوات مضاف إليه. وله جدة كبيرة في العمر، وهي تحب فريدا محبة شديدة، وهو أيضا يحبها كثيرا. وحرف عطف له جار ومجرور متعلق في كائن تقديرا، وشبه الجملة من الجار والمجرور في محل رفع خبر مقدم، جدة مبتدأ مؤخر، كبيرة نعت، في العمر جار ومجرور متعلق بكبيرة. وحرف عطف هي ضمير منفصل مبتدأ، تحب فعل مضارع خبر، وفاعله ضمير مستتر تقديره هي، وهو عائد على المبتدأ فريدا مفعول به لتحب، محبة مفعول مطلق، شديدة نعت لمحبة. وحرف عطف هو ضمير منفصل مبتدأ، أيضا مفعول مطلق لفعل محذوف، التقدير أعض أيضا، يحب فعل مضارع خبر، وفاعله ضمير مستتر تقديره هو، وهو عائد على المبتدأ ها مفعول به كثيرا نائب مفعول مطلق، التقدير إحبابا كثيرا. أما والد فريد فهو يشتغل بالتجارة وله مخزن كبير. أما حرف الشرط، والد مبتدأ أول مضاف فريد مضاف إليه. الفاء حرف واقع في جواب الشرط، هو مبتدأ ثاني، يشتغل فعل مضارع خبر المبتدأ الثاني، وفاعله ضمير مستتر تقديره هو، وهو عائد على المبتدأ. والجملة من المبتدأ الثاني وخبره في محل رفع خبر المبتدأ الأول، بالتجارة جار ومجرور متعلق بيشتغل. وحرف عطف له جار ومجرور متعلق في كائن تقديرا، وشبه الجملة في محل رفع خبر مقدم، مخزن مبتدأ مؤخر، كبير نعت، فهو يمكث فيه طول اليوم يبيع فيه الأقمشة. فحرف عطف هو ضمير منفصل مبتدأ، يمكث فعل مضارع خبر، وفاعله ضمير مستتر تقديره هو، وهو عائد على المبتدأ فيه جار ومجرور متعلق بيمكث، طول ظرف زمان مضاف اليوم مضاف إليه، وشبه الجملة متعلق بيمكث، يبيع فعل مضارع وفاعله ضمير مستتر تقديره هو،
والجملة الفعلية في محل نصب حال فيه جار ومجرور متعلق بيبيع الأقمشة مفعول به ليبيع وأما والدته فهي تشتغل بإدارة أمور البيت وحرف عطف أما حرف شرط والدة مبتدأ أول مضاف هو مضاف إليه الفاء حرف واقع في جواب الشرط هي ضمير منفصل مبتدأ ثاني تشتغل فعل مضارع خبر المبتدأ الثاني وفاعله ضمير مستتر تقديره هي والجملة من المبتدأ الثاني وخبره في محل رفع خبر المبتدأ الأول والجملة من المبتدأ والخبر في محل الجزم جواب الشرط والنحاة يقدرون المعنى على أنه مهما يكن من شيء فوالدته هي تشتغل بإدارة أمور البيت بإدارة جار ومجرور متعلق بتشتغل إدارة مضاف أمور مضاف إليه أمور مضاف البيت مضاف إليه وهو لم يتعلم بعد شيئا أي فريد وحرف عطف هو ضمير منفصل مبتدأ لم حرف جزم يتعلم فعل مضارع مجزوم بلام يتعلم خبر المبتدأ وفاعله ضمير مستتر تقديره هو وهو عائد على المبتدأ بعد ظرف زمان وهو مبني إذا قطع عن الإضافة في محل نصب ظرف زمان متعلق بيتعلم شيئا مفعول به وقد عزم أبوه أن يرسله في فصل الخريف إلى الكتاب ليتعلم القراءة والكتابة وحرف عطف قد حرف التحقيق أي يفيد التحقيق مع الماضي عظم فعل أبو فاعل مرفوع وعلامات رفعه الواو أبو مضاف هو مضاف إليه أن حرف النصب يرسل فعل مضارع منصوب بأن وفاعله ضمير مستتر تقديره هو والمصدر المؤول من أن والفعل في محل النصب مفعول به لعظمة والهاء ضمير متصل في محل نصب مفعول به في فصل جار ومجرور متعلق بيرسل فصل مضاف الخريف مضاف إليه إلى الكتاب جار ومجرور متعلق بيرسل لي حرف الجر بمعنى كي يتعلم فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد حرف الجر التقدير لأن يتعلم وفاعله ضمير مستتر تقديره هو والمصدر المؤول من أن والفعل في محل الجر بحرف الجر والجار والمجرور متعلق بالفعل يرسل القراءة مفعول به وحرف عطف الكتابة معطوف على القراءة والله أعلم بالصواب.